اهلا بيكم في فيديو جديد من تي تك. والنهارده هنشتغل على البورده دي، والبورده دي بورده امبليفاير. بتشتغل عباره عن سماعتين بتطلع لكل سماعه 3 واط. عندك هنا بيبقى الخمسة فولت بتاعها، هي بتاخد 5 فولت، يعني ممكن تشتغل باليو اس بي بتاعت الكمبيوتر، ممكن تشتغل بتاع الشاحن بتاع الموبايل. وهنا ده اللاين ان او السماعات بتاعتك، الهيدفون جاك بيبقى عباره عن اللي في النص ده جراوند، بعد كده الرايت والليفت، اليمين والشمال والارضي. وعندك هنا السماعات بوزيتيف ونيجاتيف وبوزيتيف ونيجاتيف. هنبتدي نلحمهم طبعا، دايما زي ما قلنا نحاول دايما ان احنا نمسك الحاجة واحنا شغالين فيها. انا هبتدي الاول بالسماعات، مش هبتدي الاول بالكهرباء، خليها في الاخر خالص. فهبتدي بالسماعات، احنا هنعمل زوم ان شوية. السماعات اللي هي دي، وانا معايا سماعات عربية قديمة حجمها كبير طبعا. المفروض تشتغل عادة الاسود، خط فيه اسود ده معناها ان فيه كهربا وده ارضي، او العكس صحيح. بس يعني اهم حاجة لو هتقول ان ده الكهربا يبقى خليه كهربا في السماعة التانية، لو هتقول ان هو الارضي فخليه ارضي في السماعة التانية. كده احنا خلصنا لحامات السماعات بتاعتنا، هنبتدي ان احنا ندخل بقى في الهيدفون جاك. والهيدفون جاك ده مش هيبقى داخل كهيدفون جاك، انا هوريكم الوصلة بتاعته دلوقتي. هو بيبقى حاجة عاملة كده، بيبقى 3 وايرات هنا، وده بيبقى عامل زي السوكت بتاع السماعة. فهنبتدي نلحمه دلوقتي. طبعا الاسود هو الارضي دايما، وعندك ده اليمين وده الشمال، ايا كان اللون بتاعك زي ما اتفقنا اهم حاجة تمشيها مظبوط. دلوقتي هنبتدي يعني نلحم بقى الوصلة بتاعتنا بتاعت الكهرباء. الوصلة بتاعتنا بتاعت الكهرباء هتبقى طبيعية جدا، هي عبارة عن USB. USB هتلاقي عندك الأسود والأحمر، الأحمر اللي هو الكهرباء، الأسود أو الرمادي الغامق ده هو الأرضي. الأرضي اللي هو النيجاتيف، هتلاقي هنا برضو نيجاتيف وبوزيتيف. كده احنا اللحام بتاعنا اشتغل. لو انت محتاج تزود قصدير ممكن تزود قصدير طبعا، مفيش مشكلة. دلوقتي احنا هنحطها في الكهرباء، عندي USB جنبي هنا ممكن اشغله. طبعا سامعين الزنة، بس احنا هنعمل زوم اوت وهحاول اشغل حاجة تبقى ايه اليوتيوب ما يتضايقش مني لما اشغلها. ثانية واحدة معاكوا تاني، ورجعنا لكم تاني. انا مشغل من على الجهاز بتاعي، طبعا ما تحاولش تلمس اي حاجة من دول لان هم دول اللي بيعملوا الزنة. شغل طبعا الموسيقى شغالة، دي بتاعت اليوتيوب. ودي سماعات بالامبليفاير اللي انت شايفه قدامك ده، هنشيل الكهرباء بتاعته. ده الامبليفاير بتاعنا، طبعا هو قد صباعك الكبير تقريبا. فانت ممكن تعمل سماعات يعتبر حلوة، صوتها حلو للكمبيوتر بتاعك، حجمها صغير. ممكن تعمل البادي بتاعه بلاستيك، ممكن تعمله 3D برينت، ممكن اعمل لكم ديزاين ليه لو عايزين، ممكن تخفيها في اي حتة بمعنى اصح. وشكرا على المتابعة، وهأشوفكم في فيديو تاني جديد.